السلام عليكم. النهارده هنشرح لونج ميجرمنت. بالنسبه للونج ميجرمنت هناخد اللونج ميجرمنت بتاع اللور ليمب. طب بالنسبه لللور ليمب، المشكله في اللور ليمب ان هو ويت بيرنج، فلو في ديفرنس بتوين الرايت والليفت سايد هيأثر على البلفز، هيخلي البلفز ان ليفل، وبالتالي ايه اللي فوق البلفز؟ السباين. فاذا هيبقى في مشكله في السباين، لو احنا ما عرفناش المشكله فين وصلحنا المشكله، دايما العيان هيشتكي بين وهيؤدي مع الزمن الى سكوليوزس في السباين. فاذا هنبدا دلوقتي ناخد اللونج ميجرمنت بتاع اللور ليمب. طبعا احنا عندنا في اللونج لينث ميجرمنت عندنا حاجات لازم اما ناخد الليمب من اول لاخر او نعمله سيجمنتال. في برضو حاجات واحنا بنقيسها، في حاجه اسمها ترو ليج لينث ديسكريبنسي. فترو ليج لينث ديسكريبنسي لازم يكون من فيكسد بوينت لفيكسد بوينت. وفي عندنا ابيرنت ليج لينث ديسكريبنسي، ممكن تكون من نقطه زي الامبلايكس موبايل بوينت او من عند الزيفويد هي فيكسد بوينت، بس بتوين البوينت اللي هيقيس منها والبوينت الاخيره في سوفت تيشو او في مشكله او اريا بتتحرك السباين. فاذا ده بنسميها ابيرنت ليج لينث ديسكريبنسي. فاذا نبدا الاول حاجه ترو ليج لينث ديسكريبنسي، هناخد زي ما احنا عارفين لازم نقيس الرايت ونقيس الليفت ونقارنهم ببعض. النقطه الاولانيه هناخد من هنا، هنبص هنا نحط ايدينا على الانتيرور سوبيرور الياك سباين. طبعا باين هتحط ايدك هنا عند هتلاقي ظاهر. هنبدا نمسك التيب ونحط الانتيرو سوبيرو الاكس باين لغايه الميديال مالنس. هنبص نلاقي هنا 99 سنتيمتر. خلاص نبدا برضو نقيس الناحيه الثانيه، هنحط ايدينا برضو هنا على الانتيرو سوبيرو الاكس باين لغايه ميديال مالولس 99 سنتيمتر. اذا احنا قسنا الرايت وقسنا الليفت، بنحطهم في شيت ونيجي نقارن ما بين، لو كان في فرق ما بين الاثنين، لو انا ما لقيتش ديت الطول ده نفس الطول الثاني، لقيت واحده اطول من الثانيه، اذا عندي مشكله. اما الليمب ده اطول من الليمب الثاني، طب انا عايز اعرف الليمب اللي انا قيسته الليمب كله، لكن في جزئين، في فيمر هنا وفي جزء تاني بتاع الليج اللي هي الايه؟ التيبيا. فانا عايز اعرف المشكله فين بالظبط، فاعمل سيجمنتال ليج لينث ديسكريبنسي. هيبقى من اول الانتيرو سوبيريور ليج سباين لللاترال ايبيكوندايل بتاع الفيمر، تمام؟ وطبعا هقيس الناحيه الثانيه برضو من الانتيرو سوبيريك سباين لغايه اللاترال ايبي كوندايل، واحط اللي ايه الرقم مثلا 25. هاجي هنا برضو اقيس الليج من عند اللاترال ايبي كوندايل لغايه الميديال مالولس واشوف قد ايه 51 سنتيمتر. نفس الفكره الناحيه الثانيه لغايه ال هتبص لها 52 سنتيمتر. اذا هنقارن الاثنين ببعض، هنكتب في شيت من هنا. اول حاجه هنكتب من عند الانتيرو سوبيرو اليك سباين لغايه الميديال مالوس، ده طول الليمب، واشوف الناحيه الثانيه الليفت سايد قد ايه برضه بنفس القياسات. لقيت في فرق اقوم عامل سيجمنتال زي ما انا قست دلوقتي، واقارن الاجزاء بعضها، ومن هنا اقدر اعرف المشكله هل هي القصر كان في الفيمر او كان القصر فين؟ في التيبيا. وبالتالي نقدر ايه؟ نعرف نشوف المشكله فين. طب لو كان في قصر بين الاثنين، الديستنس او الديفرنس بين التو ليمب بيعتمد على كام انشز او كام سنتيمتر فيها مشكله. اذا كان 1 انش يعني هو 2.5 سنتي بس، في حاجه بتحط في الفوت اللي هي بتاعت في السول اوف ذا فوت بتاعت الليج اللي هي فيها اللي هي شورت،
علشان يعوض الديفرنس ما بين الاثنين، وبالتالي البلفز بيكون ليفل وما ياثرش على الترانك او على منطقه الترانك كلها السباين، علشان ما يحصلش المشاكل اللي هي زي السكوليوزيس في حاله العيان او في حاله البيشنت او الشخص في وضع الويت بين كده. احنا خدنا اللونج ميجرمنت. في نقطه ثانيه انا قلت ممكن اقيس من نون فيكسد بوينت لفيكسد بوينت. انا عندي نون فيكسد بوينت ان هنا منطقه الامبلايكس، هنا ابدا من عند الامبلايكس لغايه برضو الميديال مايلولس، تمام 110 سنتيمتر، ونفس الفكره الناحيه الثانيه 110 سنتيمتر. الوضع هنا هما الاثنين متساويين، تمام. لكن في عندي مشكله، لو لقيت في فرق بين النقطتين دول معناها في ايه؟ ممكن يكون البلفز ده طالع فوق، تمام، يبقى اذا الليفل بتاعهم مش مظبوط، يبقى ده عشان كده بنسميها ابيرنت. ابيرنت معناها ايه؟ معناها ان الفرق ما بين التو ليجز، لو انا قست من هنا برضه من عند الامبلايكس، الوضع اللي انا حطيت فيه البلفز ده في وضع ان ليفل، وجيت لقيت هنا 110، تمام، وجيت هنا لقيته 106. اذا انا عندي 4 سنتيمتر ديفرنس بين التو، يبقى كده اتخض واقول ان انا عندي في فرق ما بين التور ليجر ولازم نروح نعمل نحل المشكله ديت. لا، انا قست من نون فيكسد. اذا هنا النقطه ديت تسمى ابيرنت، لان ابيرنت معناه في فرق ما بين الاثنين، وهذا الفرق قد يكون حقيقي وقد يكون مش حقيقي. لو كان كل الاوضاع مظبوطه ومفيش من العيان عنده مشكله، زي لما يكون البلفز ليفل، تمام، مفيش مشكله في الابدومينال ماسلز، لان الامبلايكس ذات نفسها ممكن تكون شيفت سايد واي او شيفت اب او شيفت داون او شيفت اب تو ذا ليفت او اب تو ذا رايت او داون تو ذا رايت او داون تو ذا ليفت. اذا وجود الامبلايكس او شيفت فيها ممكن تقول لي ان في فرق ما بين التور والليج، لان هي طبعا ممكن يحصل فيه ايه؟ في مشكله. نفس الفكره من عند للزيفويد بروسيس، ادي نقطه برضو هاي فيكسد بوينت لفيكسد بوينت لغايه الميديا اللي ايه؟ مالوس، واشوف الفرق ايه؟ قد ايه؟ الناحيه الثانيه انا هلاقي هنا ده 127، ده بالنسبة للليفت سايد. بالنسبة للرايت سايد برضه هلاقيه 127. ده ليه؟ لأن البيشنت وهو نايم ليفل، البلفز ليفل، ومفيش مشكلة في الهيب بونز طالعة، الإليوم فيها مشكلة، وبالتالي أنا ما عنديش مشكلة. فالفرق طلع الترو زي الأبيرنت، تمام؟ فإذا النقطتين من هنا ان انا لازم اقيس اول حاجه الترو ليج لينث ديسكريبنسي من فيكسد بوينت لفيكسد بوينت زي ما احنا قلناها، ولو في فرق بالذات يبقى خلاص في فرق. لكن بالنسبه للابيرنت اللي هو النان فيكسد بوينت من عند الامبلايكس او من عند الزيفويد، في ستراكشرز موجوده في النص، ما اقدرش اقول ان الفرق ده حقيقي الا اذا شفت البلفيس ليفل، العين ده عنده مشكله في الانرفيشن بتاع الابدومينال ماسلز، وهكذا. ده بالنسبه للابيرنت وبالنسبه للترو ليج لينث ديسكريبنسي. انا قلت لكم لو انا بقيس الترو ليج لينث ديسكريبنسي ولقيت في فرق بين الاثنين 2 سم، خلاص اقدر اقيس سيجمنتال زي ما انا قست. هل اقدر اقيس سيجمنتال اشوف الفيمر واشوف التيبيا؟ تمام. طب انا عايز اسيف ماي تايم، يعني لقيت ان في فرق ما بين طول التو ليجز، او ممكن اعرف بالاوبزرفيشن المشكله فين بالظبط او الفرق فين، اول حاجه اخلي العيان في الكروك لاين بوزيشن وابص هنا على النيل. لو بصيت لقيت الفيمر بارزه لقدام كده، يبقى المشكله كانت فين؟ في الفيمر اللي بارزه ديت، كانت اطول من الفيمر الثانيه. طب لو بصيت كده فيرتيكال لقيت 1 تيبيا طالعه لفوق 1 تيبيا لتحت، يبقى اذا اللي طالعه فوق
كان الفرق فين؟ في التيبيا. التيبيا اللي طالعه فوق هي اللي كانت ايه؟ هي اللي كانت اطول من التيبيا التانية. ده باي اوبزرفيشن. الحاجه الثانيه، ممكن العيان وهو نايم بلون لاين بوزيشن، ده كل الحاجات ديت بالاوبزرفيشن، يعني بالاوبزرفيشن اقدر اعرف المشكله فين. العيان بيعمل فليكشن 90 ديجريز، تمام، وببص اشوف لو في حاجه طالعه لفوق ليك طالعه اكبر من الثانيه، يبقى اذا اللي كانت طويله هي اللي طالعه فوق. ابص هنا على، بما ان الفيمر هنا ماشي مع التيبل، اذا لو كان في واحده طالعه فيهم بره، اقول اللي طالعه بره هي اللي هتبقى ايه؟ اطول من الثانيه. يبقى ده الحاجه الثانيه بالاوبزرفيشن، اذا كان عندي ترو ليج لينث ديسكريبنسي. الحاجه الثالثه، سيتنج على الايدج بتاع التيبل هنا، العيان قاعد على السيتنج هنا، وابص برضو على، لقيت الفيمر، طبعا الفيمر هي اللي رست على التيبل، فلو لقيت فيمر ماشيه كده يبقى الطويله هي اللي فيها الايه؟ هي الطويله، والثانيه هي اللي فيها المشكله القصيره. طيب لو بصيت هنا على الفيت هنا لقيت واحده داون، يبقى الداون دي هي اطول من الثانيه. يبقى اذا انا عندي اس دلوقتي بطريقتين، عندي ترو ليج لينث ديسكريبنسي من فيكسد بوينت انتيرو سوبيريور هيليك سباين تو الميديال مالولس، وبعدين بنقارن الجزء ده بالجزء الثاني، وعندي ابيرنت ليج لينث ديسكريبنسي من امبلايكس لغايه الميديال مالولس بتاعه الناحيه الثانيه، ونقارن ما بين الرايت ونقارن ما بين الليفت. برضه ابيرنت الثانيه من عند الزيفويد بروسيس للميديال مالولس بتاعه الرايت والميديال مالولس بتاعه الليفت. فاذا True leg length discrepancy و apparent leg length discrepancy. ما نتخضش اذا كان عندنا فرق فين؟ في ال apparent leg length discrepancy، لان ممكن يكون عندي سبب تاني غير طول الليج الاثنين. تمام؟ طيب لو انا قست الترو زي ما احنا قلنا ولقينا في فرق، يبقى اذا الفرق ده كان يكون في الفيمر او قد يكون فين؟ في التيبيا، وزي ما قلنا هنقيس segmental زي ما احنا قلنا ونعرف الفرق بالتيب ميجرمنت. طيب عايز اعرف كويك بسرعه، فعندي الثلاثه بالاوبزرفيشن. طيب ده بالنسبه للونج ميجرمنت بتاع اللور